بالون ابتداء من هذا الأحد من الساعة 7 إلى 9 مساء، حيث سنتكلم عن الرابطة المحترفة الأولى وكذلك الثانية والفار وآخر أخبار لاعبين المحترفين والمسابقات الخاصة بالجمهور فريقي ولعرفو راس راس وكذلك القارة العجوز وكبرى الدوريات الخمس. كونوا في الموعد. راح يكون معنا نور الدين سعدي، فوزي موسوني، يونس، شريف، عيسى وانا ياكل حد، وخميس من 7 ل 9.